السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه دلوقتي؟ احنا خلصنا الفصل الأول من المحور الثالث كيف يعمل العالم، هندخل على الفصل الثاني كيفية القيام بالأعمال. نقلب مع بعض الصفحة. أول درس معايا المشروعات التجارية في المجتمع، جايب لي مجموعة مشروعات عندي في مجتمعي اللي أنا عايشة فيه، وعايز يعرف وظيفة كل واحد فيهم ايه. عندي المكتبة لبيع الكتب، احنا بنشتري منها ايه؟ بنشتري منها الكتب والاقلام والاستيكة والمساطر، بنشتري كل حاجة ليها علاقة بالاحتياجات المدرسية. طيب المطعم، طيب المطعم ده مشروع تجاري، احنا بنعمل فيه ايه؟ بنروح ناكل فيه الاكل مثلا احنا بنحبه، ماما النهارده مش عايزه تعمل اكل، عايزين نخرج ونفرحها ونفسحها، هنوديها مطعم ومش هنخليها تعمل اي حاجه في البيت وتطلب الاكل اللي هي عايزاه. وفي المطعم بيقدموا لنا خدمات، ان هم ايه، بيخلونا قاعدين وبيقدموا لنا الاكل اللي احنا عايزينه بطريقه جميله واسلوب جميل. في محل الحلاقه احنا بنعمل فيه ايه؟ بنقوم فيه بقص ايه، شعرنا. طيب وفي متجر البقالة، متجر البقالة احنا بنشتري كل اللي احنا محتاجينه من مأكل ومشرب. طيب والفندق، الفندق ده يا ولاد ده مكان مخصص للزائرين. الزائرين زي مين؟ زي مثلا ناس جايين من بلاد تانية، من ايطاليا، من استراليا، من امريكا، اماكن تانية، من الصين، من الهند، بلاد تانية، وجايين يتفسحوا عندنا هنا في مصر. فبيعملوا ايه؟ بيقعدوا في فندق لان هما ما عندهمش مكان يعيشوا فيه. طيب متجر هدايا تذكارية، متجر الهدايا التذكارية ده اللي هو ايه؟ ده متجر انا بشتري منه هدية لصديقي علشان يفتكرني بيها. خلاص احنا عرفنا كل مشروع احنا بيفيدنا في ايه؟ هنقص المشروعات دي وهنلزقها في الصفحة الفاضية دي، وهنكتب تحت كل مشروع زي ما انا كاتبه كده. نقلب مع بعض الصفحة ونطلع صفحة 35 المنتجات والخدمات. هو عايزني هنا ارسم متجر بيبيع المنتجات واخر بيقدم لي خدمة. طيب متجر مثلا ارسم متجر بقالة في اول مربع. طيب ما هو متجر البقالة ده بيبيع منتجات زي ايه؟ زي الجبنة والألبان والعصائر. عايزني بقى ارسم في المربع اللي تحتيه ده مكان بيقدم لي خدمة، وليكن مثلا عندي ورشة الميكانيكي مثلا. طيب دي بتقدم لي خدمة ايه؟ بتصلح لي عربيتي العطلانة، صح ولا مش صح؟ نقلب الصفحة مع بعض. الدرس التاني في العمل، اقرأ النص التالي وضع خطا اسفل المكان باللون الازرق، واسفل الوظيفة باللون الاخضر، واسفل الادوات باللون البرتقالي. اول صورة هنا هو جايبها لي، ده محل بيع اللحوم، بيعمل الجزار ويقوم الجزار بتقطيع اللحوم باستخدام سكينة. يبقى الجزار بيستخدم ايه؟ سكينة. طيب وبيستخدم ايه كمان؟ بيستخدم ميزان عشان يوزن اللحوم. تاني صورة معايا، ده صورة صراف يعمل في بنك. الصراف ده بيعمل ايه؟ بيقوم بحساب النقود باستخدام آلة حاسبة، اهي ماسكة الآلة اهي وعمالة تحسب عليها. يكتب الصراف المبالغ النقدية داخل الكمبيوتر، بعدين بيسجل اللي هو حسبه على الكمبيوتر. الصورة دي صورة خباز، ده مخبز. الخباز بيعمل في المخبز، بيستخدم ايه؟ بيستخدم خلاط كهربائي لخلط المكونات. يصبح يضع الخباز الخبز في الفرن لتسويته، يبقى هو بيستخدم خلاط كهربائي وبيستخدم فرن. اخر صورة معايا دي ورشة سيارات، حيث يعمل الميكانيكي في ورشة السيارات، ويقوم الميكانيكي بتغيير اطار السيارات، يعني هو بيغير شكل السيارة باستخدام مفتاح فك وتركيب. يستخدم الميكانيكي قمعا لتغيير الزيت، يعني هو بيستخدم مفتاح وبيستخدم قمع لتغيير الزيت. صور غير مرتبة، عايزني اوصل المكان، جايب لي هنا الوظيفة
وجايب لي المكان والأداة، عايزني أوصل كل وظيفة بالمكان بتاعها وبالأداة بتاعتها. طيب أول وظيفة معايا دي وظيفة ايه؟ قدامها فلوس اهي بتعدها، يبقى ده ايه؟ ده صراف. طيب الصراف ده احنا قلنا بيعمل فين؟ بيعمل في البنك، يبقى هوصلها بالبنك. طيب وقلنا بيستخدم حاجتين، ايه هما؟ الآلة الحاسبة وبيستخدم الكمبيوتر. طيب تاني صورة معايا صورة الخباز، الخباز ده بيعمل فين؟ بيعمل في المخبز او محل مخبوزات. طيب وبيستخدم ايه؟ قلنا بيستخدم خلاط كهربائي او عجانة، وبيستخدم ايه كمان؟ الفرن. تالت صورة جزار، الجزار ده بيعمل فين؟ في محل اللحوم. طيب بيعمل في محل اللحوم، بيستخدم ايه؟ بيستخدم الميزان وبيستخدم الساطور او السكينة. اخر صورة معايا صورة الميكانيكي، وده بيعمل في ورشة السيارات وبيستخدم قلنا المفتاح. برافو عليكم يا سنوات. نطلع مع بعض صفحة 38، المشروعات التجارية في مجتمع، عايزني ارسم عمل تجاري موجود في المجتمع عندي. طيب مثلا انا عندي في مجتمعي يوجد محل لبيع اللحوم، بيعمل فيه مين؟ قلنا بيعمل فيه الجزار، وبيستخدم فيه ايه؟ بيستخدم الميزان والسكينة. وهرسم هنا محل جزارة او محل بيع لحوم، وجنبيها الجزار وهو ماسك السكينة. وبكده يبقى درسنا خلص يا سنة اولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.